بدعوة من الفيفا سافر القائمون على الملف المغربي للترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026 إلى سويسرا بهدف التوصل بملاحظات لجنة التاسك فورس خلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب قبل إصدار تقريرها الرسمي في غضون الساعات المقبلة، ملاحظات همت في جزء كبير منها جاهزية الملاعب لاستقبال الحدث. لا أعتقد لأنه يعني الأسئلة أو المواضيع التقنية التي فيها نقص أو فيها ضعف في الملف المغربي قد تشكل إقصاء، لا أعتقد ذلك بالنظر على أنه الملفات السابقة لا مجموعة من البلدان كانت فيها نقص وبالتالي يتم إقصاؤها. الآن الموضوع أعمق من ذلك، وهناك أولا الكبرياء أمريكا وكندا والمكسيك مقابل الملف المغربي، حشد الملف المغربي لمجموعة من الأصوات والتعاطف العالمي مع الملف المغربي. انتظار نتيجة ركب بالتأويلات مفتوحا على مصراعيه حول فرضية توجه لجنة التاسك فورس إلى إقصاء الملف المغربي لصالح منافسيه، ما اضطر الفيفا إلى نفي كل ما أشيع مع التأكيد على الحياد في اتخاذها للقرارات. الملف ملف قوي من خلال البنيات التحتية، لأن المغرب اشتغل على هذا الجانب منذ سنوات، أي منذ أن خرجنا خالي الوفاض ضد جنوب إفريقيا، كما أن القرب من أوروبا في الحقيقة سيكون معطى إيجابي بالنسبة للمغرب. النقطة التي يمكن أن يتخوف من المغرب هو الغدر. À tous les Africains et au monde entier et surtout aux amoureux du football de soutenir le Maroc. يراهن المغرب في ملف ترشحه على تصويت اتحادات كرة القدم الدولية لنيل شرف احتضان العرس الكروي العالمي، فهل ستراهن الفيفا ومعها التاسك فورس على بلد عربي افريقي اتبث قدرته على انجاح تظاهرات عالمية سابقة؟ أيام قليلة فقط تفصل المغاربة عن معرفة قرار لجنة التاسك فورس التابعة للفيفا وتنقيدها للملف المغربي مقابل الملف الأمريكي الكندي والمكسيكي، فهل سينجح المغرب في المرور إلى مرحلة التصويت المقررة في 13 يونيو المقبل؟ فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.